بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، ما زلنا مع الريب وبنتكلم طبعا على الريب فلتر، how you filter the update coming in and out inside the rib process. اتكلمنا على الاوفست ليست، اتكلمنا على الباسيف فلترنج with passive interface، فلترنج with prefix list. Now let's talk about the filtering with standard access control list. طبعا انت عارف الاكسس ليست ربما من دراستك للسي سي ان اي او السي سي ان بي، ان انا بستخدم الاكسس ليست في ان انا ببرميت ترافيك معين من نوع تي سي بي او يو دي بي، ستاندرد او اكستندد، وير يو بوت ذا ستاندرد وير يو بوت ذا اكستندد. But now is different. انا بستخدم دلوقتي الاكسس ليست في عملية الفلترة، filtering the update. يعني زي ما كنا في البريفكس ليست في السيشن اللي فاتت بنشاور على شبكة بعينها بسلاش كذا او بسلاش كذا، احنا في الستاندرد اكسس ليست بنشاور على شبكة برضو بعينها. وليكن على سبيل المثال هنا مثلا راوتر 100 او راوتر 6، خلينا اقول ان راوتر 100 هيفلتر الابديت الان اللي داخله من راوتر 6 على اساس ان هو يمنع اي شبكة في الاوكتت الثالث فيها عدد زوجي هيمنعها من عنده. اللي انت بتقوله ده هقول لك والله تعال نشوف اللاب بتاعك. اول حاجة نديها نظرة على الراوتينج تيبل بتاع راوتر 100، show IP route rib. الاحظ هنا ان عندي كله في الاوكت الثالث 0000. خليني اكونفيجر مجموعة من اللوب باك بعدد فردي، مثلا هنا دي الاكسس ليست اللي هنماتش فيها، هقول له بيرميت اي شبكة، وانا حطيت واحد هنا في الاوكتيت الثالث بيشير للعدد الفردي، وهنا في الوايلد كارد ماسك طبعا في الاكسس ليست بنحط الوايلد كارد، هنا معناها don't care about the first octet, don't care about the second octet, and don't care about the third octet but the last significant bit اللي هي بتشاور للعدد الايه الفردي. لاحظ ان اي رقم فردي في الاوكتيت التالت، اي رقم فردي ابتداء من الواحد الى ال 255 لما تيجي تحوله لباينري اخر بت في التحويل هتبقى ايه؟ واحد. واي عدد زوجي ابتداء من الزيرو لل 254 لما تيجي تحوله باينري لازم في النهاية ينتهي بإيه؟ بينتهي بزيرو. فأنا هنا حاطط واحد معناها إن أنا بشير للإيه؟ للأود نمبر، للأرقام الفردية. عشان كده قلت له بص فقط على آخر بت 254. طبعا دي في الامتحان بتاع الـ CCIE Lab Exam موجود مثال عليها في التي شوت، اي ثينك في التي شوت تي اس 2، اي ثينك ذير از تاسك فور ذس توبيك. فانا هنا بقول له بيرميت اي حاجه او اي شبكه في الاوكتيت الثالث فيها هنا عدد ايه؟ عدد فرد. خليني اجي على راوتر مثلا، فاكر احنا كنا عاملين مجموعة من الشبكات وعاملين لها summarization هنا على راوتر 8، خلينا نبص عليه. في عندي 80.0، 80.1، 80.2، 80.3، صح كده؟ خلينا نضيف مجموعة تانية، اقول له مثلا interface loop back
60 IP address 180.0.0.1 55.55.55.0 و loop back كمان 70 180 هنا .1.1 loop back 80 2.2 2.1 90 3 loop back 91 4 loop back 92 5 كفاية كده. ستة هنخش جوه الريب راوتر ريب نتورك 180.0.0.0 ولو في اي سمري انا كنت عامله من السيشن اللي فاتت نشيله. شو ران انترفيس اي سمري 80 شيلو و اي 01 تعال بقى نشوف الابديت اللي على راوتر 100 هنشوف ايه هيحصل على 100. نلاحظ هنا ان عندي الشبكات اللي انا ضفتها على راوتر 8 ظهرت من ابتداء من الزيرو لغاية 6 والمفروض كمان مازال السمري موجود. طبعا هيحصل له فلاش كمان يعني بعد شوية. خلينا نعمل كلير نستنى شوية. ادي 80.0 لغاية كام؟ لغاية 3. طيب تعال نطبق الاكسس ليست اللي احنا قلنا عليها. كونف تي هقول له اكسس ليست اديها رقم 1. انا عايز دلوقتي اسمح لمين؟ اسمح للفردي فقط. يعني اي حد في الاوكتت الثالث في عدد زوجي مش هتلاقيه هنا في الراوتنج تيبل. وده ينطبق على بقية البرفكسس. اي حد في رقم زوجي يعني هنا المفروض كل ده يتشال. كل ده يتشال لان في الاوكتيت التالت فيه زيرو. تعال نشوف اكسس ليست 1 اقول له بيرمت اول حاجة زيرو اي دونت كير. تاني حاجة زيرو اي دونت كير تبقى اي حاجة. هحط هنا ايه 1 عشان اشاور بيها للاود نمبر. لكن لو حطيت زيرو كده بشاور بيها على الايفن نمبر. انا اقول له 1.0 والوايلد كارد 255 255 254.0 صح كده؟ سوري 255 255. ده كده ايه الوايلد كارد بتاعي والاكسس ليست بتاعتي. هطبقها عادي. خش جوه الريب وقول له ديستريبيوت ليست ورقم الاكسس ليست وان راوتر ريب ديستريبيوت ليست رقم الاكسس ليست وقول له ايه ان. وابص على الراوتنج تيبل شو اي بي راوت ريب نعمل كلير الاول. طب الاستاذ هون احنا طبقناها جوات الريب بس بامكاننا انه نطبقها على الانترفيس صح؟ لا ما دي مش ملهاش دعوه بالترافيك. دي
دي بنستخدم الاكسس ليست في الفلتر احنا دلوقتي بس في الفلتر. بس. مش قلت لك كل حاجة هتتشال ما عدا أي حاجة في الأوكتيت التالت فيها إيه؟ عدد إيه؟ عدد فرد، أدي واحد تلاتة بالنسبة للشبكات اللي بتبتدي بـ80، وأدي واحد تلاتة خمسة بالنسبة للشبكات اللي بتبتدي بـ180. معناتها الآن أنا ما فيني مثلا بنق على اللي هي الزوجيات خالص، لأنه خلاص مش موجودين معي في اللي هي الراوتنج طبعا تيبل. طالما مش موجودين في الراوتنج تيبل مش هتقدر تبينج إلا إذا ممتاز. ايه تقدر تقول لي الا اذا كان في ايه هنا الا اذا كان في ديفولت راوت بيرمي على راوتر 6 في الحاله دي تقدر تبين بس بما ان مفيش ديفولت ممتاز راوت خلاص انت دلوقتي صح ما عدتش تقدر توصل له كلير ممتاز. طب لو انا عايز الايفن عايز اي رقم ايفن في الاوكتيت الثالث كل الامر نشيل ان بس انا الواحد من بتشيل واحد احط زيرو وتخليه زيرو يبقى الراوتنج تيبل صح هنا هيبقى هيتشال دول ويظهر مين ويظهر الباقيين كلهم اللي احنا كنا شايفينهم في الاول اوكي حلو حلو ممتاز نشوفها اوكي خليني اقول له الاكسس ليست اللي احنا عاملينها الغيها كنترول اي نو ونكررها تاني ونشيل الواحد نخليها زيرو نخليها اي رقم زوجي بس الراوتر هيقلبها لايه؟ ال 8 ما هو 8 دي زوجي قلت له دو شو ران سيكشن اكسس ليست بص قلبها زيرو يعني مهما تكتبها عدد زوجي غير الزيرو يعني 2 2 4 8 ما اعرفش كام هيقلبها زيرو ولو كتبتها 3 5 7 ما اعرفش هيقلبها ايه؟ هقلبها واحد anyway المفروض دلوقتي لو عملت كلير للراوتنج تيبل دو كلير اي بي راوت جين المفروض دلوقتي اشوف كل الزوجي وما اشوفش الايه ما اشوفش الفرد استنى ها شايف كله هنا ايه زوجي 0 2 4 6 والتمانين صفر اتنين وطبعا الباقيين دول ايه اصفار في الاوكتيت الثالث فبالتالي يعتبروا زوجي مفهومة؟ مية اي مية سؤال؟ اوكي السلام عليكم